الآن جاء موعدنا مع آخر أخبار الطقس والحالة الجوية. عودة مرة أخيرة إليك شروق. شكرا لكما، أهلا بحضراتكم مجددا وجولة لأهم أخبار الطقس ودرجات الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الثلاثاء طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً بإذن الله في عدد من محافظات ومدن الجمهورية: العظمى في القاهرة 22، الصغرى 14، إسكندرية 22، الصغرى 13، مطروح 21 12، بورسعيد 21 14، إسماعيلية 22 14. أما عن السويس فالعظمى 23، الصغرى 14، العريش 22، الصغرى 12، طابة 22 14، شرم الشيخ 26 18، الغردقة 26 16. وإلى الأقصر 25 12، أسوان 26 13، الوادي الجديد 25 6، شلاتين 27 20، حلايب 25 21. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.